بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة يا رب وعافية. اخباركم تمام؟ الحمد لله. النهاردة هنعمل حاجة سهلة جدا، هنعمل عيش بلدي عادي خالص، عبارة عن دقيق والخميرة بتحطيها مع معلقة سكر، يعني الكيلو بحط عليه باكو خميرة فورية ومعلقة سكر، وبتحطي على مية العجن معلقة صغيرة كده ملح، طبعا مية دافية. يعني أنا ده عاملاه كان يومها حر، عملته بمية عادية يعني مش دافية. بس بتعجني طبعا العجن ده نعمة كبيرة من ربنا، والله يعني بيحسن النفسية، بدليل أجدادنا وجداتنا ما كانش عندهم اكتئاب ومسميات الأمراض الغريبة اللي حصلة. كانت حياتهم كلها طبعا بيغبزوا يوم بيوم، فبيطلعوا الطاقة السلبية اللي عندهم كلها. فمن ما تحسي كده انك عايزة تتسلي تظبطي نفسيتك اعجني. يعني انا كان عندي احفادي فقلت لهم اعمل لكم مكرونه ولا اعمل لكم عيش؟ قالوا لا اعملي لنا عيش. فروحت عملت لهم كام رغيف كده وعملت لهم سندوتشات كبده ولحمه بالهنا والشفا. كان حفيدي اللي بيصورني، هو اللي عامل لي القناه. انا طبعا ما اعرفش في اي حاجه في التطورات بتاعتكم دي، فهو اللي عمل لي القناه وهو اللي بيمنتج وكده، ربنا يبارك فيه. بس هو شقي شويه، ربنا يهديه رب. فكان هو اللي بيصور، كان مبسوط يعني. بعد ما عجنته وتسيبيه يخمر، ما فيش، ما كملش حاجة يعني. بس أنا من اللحظة دي ولعت، شغلت الفرن. يعني بتشغلي الفرن يسخن على ما تقطعي وهو بيخمر على طول، يعني مش بياخد وقت. بتقطعي، ممكن تقطعي على دقيق أو على مية، يعني ممكن بدل ما أنا حطيته في دقيق كده بحطه في مية. بس المرة دي يعني مش عارفة، يعني بعمله دايما بمية، بمية وشه بيبقى كله لون واحد وأحسن من كده بكتير. العجينة طبعا تبقى طرية، وأهم حاجة في العجن كده تدخلي الهواء فيها علشان ينفخ في الفرن. تعمليه بمنتهى السهولة فعلا، والله هتحسي بانبساطي، يعني هتتبسطي. ممكن تحطيه كده، تحطي الوش في ردة او في الدقيق او مية او زيت، يعني في كذا اختيار، بس احسن حاجة فيهم الزيت والمية برضو حلوين الاتنين، مش بيعملوا الوش اللي هتشوفيه دلوقتي لما يستوي العيش. طبعا انا يعني مش بروفيشنال قوي في الخبز، لكن بجتهد يعني، بعمل الحاجه اللي نفسي فيها وعلى قد ما انا بعرف. بس طلع طعمه طبعا وريحه البيت روعه. ممكن تعمليه وتعملي حواوشي، تعملي سندوتشات كبدة، تغمزي بيه ملوخية روعة. كمان بيحبوه مع كفتة اللي هي داود باشا، بيبقى طعمه حلو.
هو طبعا كان اول مره يشوفني بغبز، انت يعني كان انا يعني انا اخبز وهو يحرك الكاميرا معايا. الحياة البسيطة حلوة، يعني شوفي ايه اللي يبسطك وايه اللي يغير مودك ويحسن مودك واعمليه. يعني الحياة بسيطة. هو الكيلو عمل حوالي 10 أو 12 رغيف مش فاكرة، لأن الفيديو ده من زمان يعني من فترة كبيرة. طبعا في ناس شاطرين جدا في الموضوع ده، بس لاني مش بغبس كتير ف بيبقى يوم حلو لذيذ. هو في المشهد ده كان مبسوط يعني. يعني شكله مش حلو بس بصراحة يعني كلهم لا يعني نفخوا كده في الفرن وكان شكلهم حلو. هنا بقول له بس ما تحركش يعني انا احرك المطرحة وهو يحرك الموبايل معايا. ضحكني بصراحة. في الفرن هو هابط. اتسلينا مع بعض. بعد كل رصة يعني كده تطلعيها تمسحي الفرن. ممكن يكبر عن كده بس انا طبعا عشان ما تعبش نفسي. وبيحبوه تخين شوية يبقى مميز عن العيش اللي بتشتريه. اديلي كتير ما عملتوش فنسيت عمايل العيش وكده. جربوا تعملوه هتتبسطوا. تشتركوا في القناة كده وتشجعونا إن شاء الله. حطوا لايك. هنا بدأوا ده الرغيف واحنا بنعمل السندوتشات، بس كلوا اتبسطوا الحمد لله. شكرا ليكم، شكرا ليكم على متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.